بكم في حلقه جديده ديال 5 مينوت بروبريو. دونك بلا ما نقول لكم شكون اللي غيجي، غتشوفوا هاد الطوموبيل غتعرفوا شكون هو. اليوم ها هي الشخص اللي معنا، محمد مرنيسي. مرحبا بك اخويا العزيز، شكرا. لاباس؟ الحمد لله. انت مزيان؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. بيلوت ديال ليجند كار، وشنو اخر؟ ستريت دريفتر. بها باش معروف، ما معروفش بزاف في السباقات، كيعرفوني بالفيديوهات ديال الدريفت اللي كندير. طنجة؟ انا خالق في الريف. وكنعيش في طنجة. داكور، دونك دري طنجة، كيعرفوك بزاف الدراري ديال هنا ديال الرباط وديال كازا. حيت قريت واحد 3 سنين هنا في الرباط. ودرت المعرفه ديالي مع الدراري ديال الدومين الطوموبيلات، بترول هيدز. بالضبط. ايوا جبتي لنا اليوم الام 4 ديالك. هي الديلي ديالك كتركبها يوميا؟ ماشي هي الديلي، كنفضل في الديلي تكون طوموبيل مازوت، ما تكونش كتكونسومي بزاف، تكون ما فيهاش صداع. تقدر تكون طوموبيل كلاسيك، طوموبيل الكتريك، كاين بزاف ديال الطوموبيلات اللي كنبغي يكونوا ديلي. ما هادي ماشي ديلي بزاف. تخرج مره الى دابا انا لا باسيون ديالي هي انني نجري نسوق، فهمتي؟ الوغ ما كناخذش هذه الويكاند، كناخذ على لا باسيون ديالي. وي هذا هو الهدف ديالي. نسيت انا الصمت. الصمت ضروري. دونك نهضروا على الام 4 وعلى لي بيرفورمانس ديالها وشنو فيها باش يعرفوها الناس مزيان. داكور. الام 4 على حسب، كاين هذه 435 الخايل ولا 445 على حسب من بلاد شريتي الطوموبيل. فيرسون ديال الامريكان تيكون غير بالضبط، يعني كيكونوا ما بين 435 445. شحال نقول لك؟ شنو اخر 3 لتر ياك؟ 3 لتر توين توربو. بوات فيتاس. هادشي اللي كيصحاب كيقول لك راه في 8 ولا شي حاجه. لا ماشي في 8، باهم حيدوا الفي 8 سي سيلندر، حيتاش داروا سي سيلندر جوج تربوات، كتعطيك اقتصاد اكثر، الخفاض الوزن اكثر والقوه اكثر. واحد الحاجه غيسول عليها بزاف، غيقول لك شحال كتاكل. الصراحه هي ما كتكونسوميش بزاف مقارنه مع طوموبيلات سبور اخرين. بالضبط، على الجهد اللي فيها كتاخذ واحد نقولوا مثلا 10%، 9%، 11%. كتلعب هي ديما هنا على حسب، مثلا في خط طنجه فيها طلعات كتكونسومي حتى 11%، رباط 9%، 9.5. نورمالمون طوموبيل بحال هكا سبور بهاد القوه ما كتكون كتكونسومي اكثر. بحال مرسيدس سي 63. لا سي 63 عندها في 8 كتكونسومي تقريبا الدوبل على هاد كاع. هادي اللي قلتي لي كونسوماسيون في السوق نورمال. السوق نورمال، شويه ديال الجرا، شويه الصوت، شويه الدريف. شحال ضرب دابا؟ 84000. 84000 5 سنين وهي معايا، تبارك الله. شنو بدلتي، شنو زدتي عليها انت ابار داكشي اللي فيها؟ بالنسبه للموتور هو ستوك. ما زدت فيه والو، كنظن اللي فيها يكفيها. ما عندنا علاش نزيدوا القوه، لا ديروا بروغ، لا تولي الطوموبيل احسن. لا، بالنسبه لي انا مقتنع بالقوه اللي فيها. فيها الفرن سيراميك اللي هو اهم حاجه بعدا في هذا الطوموبيل. عنده واحد يعني 84000 كيلومتر، عمري بدلت لي بلاكيت. ولكن هو غالي. غالي. كتبدل لي بلاكيت عادي، ولكن عمر كيفراني احسن في لوطور السرعات الكبيره في لي سيركوي. مشيت لي سيركوي كنشوف الفريناج واعر، خاصه ملي كيسخن. كل ما كيسخن كيفراني احسن، كل ما الفريناج كيولي احسن بزاف. زدت له الباك ام بيرفورمانس. وي خديته من لا ليشابمون ستوك. خديته من اسبانيا. مثلا الكربون هنا من برا الداخل كامل. بالضبط. لا هذا كيجي فيها، ديجا ديال المرايات، السطح كيجي فيها لي سورتي شابمون. خديت الباك ام بيرفورمانس، عطى واحد الديكور حسن. البارشوك داك ديك الفرونت ليب. فرونت ليب بالضبط. لي باد كيس، لي باد كيس زايده عندك شي حاجه فيها؟
لي باتكيس لي باتكيس هنايا هذيك اللي جات في الجنب بالضبط كتعطي واحد الشكل الطوموبيل بزاف سكير كتبان اكثر اكثر عريضه اكثر وايد وي وي الشقمات ستوك حنا نسمعوهم دابا في هذا التونيل وفيها الصوت ديالها هذا ستوك هذا ستوك اي ام 4 فيها الصوت الحاجه الوعره الحاجه الوعره اللي كتعجبني في الطوموبيل بزاف هي الريغلاج مود سبور مثلا كاين هنا كتحكم بالموتور ديال الطوموبيل كاين افيشنت كاين سبور او سبور بلس وفي سسبنسيون كاين كونفور وكاين سبور او سبور بلس كتقصح بالضبط وكاين الفولون كونفور سبور سبور بلس حتى في الفولون في الفولون يعني بالضبط وي وي عندك حتى في البواد فيتاس كتقدر ترد رابور باش يدوز بالضبط يدورو ديجا شفتهم كيكونوا كي لي بواد فيتاس كتولي اكثر اغريسيف كتبدل بواحد الجهد اكثر الله اكبر على الحق الله اكبر شنو اخر او اس بي هنا عندي في الفولون البوتن ام 1 و ام 2 كتريقل فيها الامور ديال كلها مثلا في ام 1 عندي اوتوماتيكمون كدير لي الموتور سبور سبور بلس سسبنسيون سبور والفولون كونفور وكتضرب البواد فيتاس ماكس او اس بي كيتطفى كامل ملي كنبغي نجري بلا ما نبقى نبرك فيهم كاملين كياخذوا واحد الوقت بزاف كتبروغراميهم في هذيك بالضبط كتبروغراميهم هنا وكتوجد راسك ام 2 عندي فيها كلشي كونفور افيشنت مود اقتصادي ديال المسافر ترونكيل مسافر ترونكيل بحال دابا حنا ماشيين ام 2 عم بغي نجري والصوت انا فهمتي الطوموبيل في بلاصه واجده هاي دابا كونفور وقول لي في ستابيليتي ديالها كي دايره بالمقارنه مع ان ام ديالك شوف ان ام في الدريفت حسن بزاف خاصه في المانويل قصيره فيها شويه الخفه اكثر التالي في الدريفت مزيانه هي الايمون وخا قل القوه سهل في الدريفت سهل زعما سهل كنقول لا ام 4 لا زعما مسبت الجهد ان 4 جات طويله اكثر خص تكون ام 4 صعيبه كيخدموها زعما كيخدموها في سميتو في الشاسي ديالها تقدر ولكن في الجراية في الجرا احسن في السيركوي جات طويله اكثر عريضه شويه اكثر عاد جيبها وقت تحسن على السيركوي داكو انت لا باسيون ديالك ديال من البي ام بي ام بي ام لا انا كيعجبني بي ام مرسيدس اودي كيعجبني كلشي كلش عليك فان ديال هادشي كامل مرسيدس اللي كتعجبك انت كاع عزازين عليا 45 جديده بعدا بومبا واعره خاصه الانتيريور ديالها لا سوق 35 45 باقي ما دخلش المغرب الانتيريور ديالها في هذاك المهم المرسيدس كاملين كلاس اكثر زوينين في الانتيريور ديالها الانتيريور ديال المرسيدس زعما يقول لك انا كنسوق بي ام ولكن كنعترف مرسيدس كلاس اكثر زوينه من واحد الناحيه الانتيريور كلاس 63 اس كوبي زوينه بزاف طوموبيل واعره بزاف ولكن في الدريفت في السوقان لو بليزير في الصوره الحلاوه ديال الصوره انا كناخذ شنو غنحتاج انا ماشي شنو غيشوفوا الناس وي فهمتي حيت هادشي هادي بحال الدري اللي مبليين بالطوموبيلات ياخذ طوموبيل قديمه هو عاجبه هو كيبغي الطوموبيل غير باش بالضبط غيلقى المتعه ديالو فيها وي اكثر غيستمتع فيها اكثر نديرو شي اكسيلاراسيون هنايا طريق عامره ما كرهتش نديرو دريفت 70 سيريز افون كامله كتزلق لا فيها الكوب الام 4 فيها واحد الكوب ديجا ركبت انا في واحد الام 4 واحده اخرى فيها واحد الكوب واعر عرفتي راه كدير فيك هذيك الخلعه هي ما عمرني سكت انا ام 4 صافي سكت سميتو سكت الام 5 اف 10 ام 5 واحد الكوب راه تبارك الله ام 5 ثقيله اكثر وعندها الفي 8 عاد دوك لي في 10 بوحدهم واو كنظن الفي 10 ما عجبونيش بزاف وخا فيهم الصوت واعر ولكن بالنسبه للجرا والدريفت خصك تفورسي عليها لا بزاف الدريفت لا ثقيله ولكن لي سونساسيون واعره كتكونسومي بواحد الطريقه بزاف يعني ما تستاهلش وداك الجرا ماشي اللي كتوقع 20% 20% في السوقان العادي ماشي حتى الجرا في المدينه عادي توصل حتى 30 بالضبط ماما الراجلين ضروري نحترمو
طنجة لاحظت واحد الحاجة في الرباط كتخلي شي واحد ندوز مال الراجلين كيقول لك زيد انت زيد لا زيد انت فهمتي في طنجة عارف راسو هو اللي عنده الحق هو كنتمنوا دابا الطوموبيلات كيوقفوا وكيعطيو الحق الاسبقيه وكنتمنى حتى كنتمنى الدراري اللي يسمعوا الفيديو يبقاو يحترموا مام الراجلين يخليو الناس مام الراجلين حتى هو تيكون دايز كيبقى يحصل ما كيلقاش كيفاش يقطع بالضبط وي في طنجه كنلاحظها بزاف الناس كيوقفوا كازا خلاص لا كازا فرانيوش كازا ما كاينش واحد الحاجه على الان ام الان ام شنو بانت لك واش الطوموبيل غتمشي غتربح لا فالور مع الوقت نورمال ربح لا فالور بزاف نقدر نقول لك تمشي بالثمن اللي غتاخذ ام 1 تقدر تزيد شويه تاخذ ام 2 وتصدق لك حسن من واحد الناحيه وي ولكن اولد سكول ديما كيبقى اولد سكول وكيتزاد في الثمن ديالو ما يحسوا بها غير الناس اللي لي بيلوت بصح هما اللي يعرفوا فاش كتبدل الفيتيس ماشي نفس الحاجه واخا في المانيوال ام 2 اللي كتحيد النومبرياج الام 2 داخله معك بزاف ديال البروغراماسيون بزاف ديال التكنولوجي في الفولون في بزاف ديال الحاجات اولد سكول تيبقى تيخليك بوحدك انت والسوكان والموتور والمتعه القياده هي اللي كاينه ما تعطيكش حتى شطونه شي نصيحه للدراري لي جون اللي كيعلي عزيز عليهم السيارات شي نصيحه شنقول لكم اخوتي ما تتبعوش داكشي ديالي الفيديوهات ما ديروهش خليت عليه بزاف ديال التدريبات بزاف ديال انت ديجا ليجوند كارك اللي كتسوق راه ليجوند كار تعلمتي فيها مزيان بالضبط تبارك الله تتميتريزيها مزيان تنشوف لي فيديوهات الحمد لله ننصحهم مزيان يتعلموا السياقه الاحترافيه عاوني اكثر كيكونترولي الطوموبيلات في حاله انزلاق ديالها ولا ونتمنوا واحد الحاجه بلايص علاش ما يكونوش لي سيركوي دابا دريفت اند سلالوم اللي كيدار في الرباط يعني الناس كيخرجوا داك البليزير اللي ولكن مره في عام ما كافيهمش وي دابا تيحاولوا يديروه مره في 6 شهور مره في عام الا كانوا بحال هادو غيبقاو الناس يدخلوا الناس الدراري باغيين يخلصوا باغيين يدخلوا لي سيركوي باش هذاك الشيء اللي كيعجبهم يديروه في واحد البلاصه مأمنه وكلشي بالضبط بلاصه مأمنه يتدربوا فيها مزيان هما الشارع شويه خطر والطوموبيل القوه ديالها ما مهماش ماشي ضروري تكون الطوموبيل عندك قويه باش دريفتي تقدر دريفتي بها وهي مثلا فيها 83 الخيل مرسيدس 300 240 خويا محمد نشكرك بزاف جيتي عطيتينا وقت وريتينا الطوموبيل ديالك وريتينا شكرا ليك لي كونساي شكرا الله يبارك فيك حصل لي الشرف دوزت معاك اخاي شكرا حتى حنا شنو بغيت نقول ما كرهتش ندير لك شويه دريفت ولا كاين الرباط طريق شويه دير شي دريفت البوليس دغيا كيعيطوا لا صافي احنا بحال البارح شتا البارح كنا درنا دريفت وي البارح كنت ندير لك دريفت مزيان 360 720 شنو قلت لك قبيله 1080 يلا شكرا الدراري الله يبارك فيك الدراري اللي بغى يدوز لا فوتور ديالو يصيفط لنا ايميل m.cardriver@gmail.com وان شاء الله ندوزو السياره ديالو وتا هو يبارطاجي معنا لا باسيون ديالو ميرسي بوكو